تعالوا مع بعض كده نتعرف على حالة الطقس النهاردة. وعايز أقول لكم بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل كمان الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على شمال وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. طيب ده بشكل عام، لكن خلونا نعرف برضو بشكل أدق من خلال درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية، وخلونا نبدأ من القاهرة. درجة الحرارة النهاردة 27-12 الحقيقة يعني مناسبة جدا، الإسكندرية 22-12، الإسماعيلية 30-12، الدقهلية 27-12، الغردقة كمان 30-17، وأخيرا المنيا 31-12. إيه رأيكم لو نروح كمان لبعض العواصم العربية والعالمية نشوف درجات الحرارة إيه، ونبدأ من الرياض النهاردة 30-18، بالنسبة لأبو ظبي 26-19، أنقرة 9-1، لندن 8-2، واشنطن 25-17، وأخيرا بكين 13-1 تحت الصفر.